للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من موسكو مراسل إكسترا نيوز الزميل حسين مشيك. حسين، بعد التحية، أولا، آخر تصريحات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، إلى أين وصلت العمليات العسكرية والمنشآت التي تم استهدافها؟ نعم، مساء الخير. وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها الصباحي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد استفزازات جديدة لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا كرد فعل على نجاح القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في المدن الأوكرانية. وخصوصا للدفاع الروسية، فإن الخيار الأكثر ترجيحا للاستفزاز هو في المنشآت الكيميائية والبيولوجية في خاركوف وفي كييف أو في زابوروجي للطاقة النووية. وأشارت الدفاع إلى أن النظام الأوكراني يناقش بجدية مسألة ضرب خزانات المواد المشعة في قرية كمانسكوي. أيضا الدفاع الروسية اعتبرت أن هذه الاستفزازات التي تحس الولايات المتحدة الأمريكية النظام الأوكراني على افتعالها ضد القوات الروسية هي لاتهام القوات الروسية ولتشويه صورة القوات الروسية أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وأيضا للضغط على الهند والصين لإجبارهما على فرض عقوبات على روسيا، كون أن الصين والهند لغاية الآن لم تشاركا في العقوبات التي فرضت على روسيا على إثر إعلان الأخيرة العملية العسكرية خاصة في المدن الأوكرانية. وأيضا بعد الكلام الذي تم الحديث عنه في الأيام الأخيرة، وخصوصا بعد زيارة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى العاصمة الهندية نيودلهي وتقديمه المزيد من العروض الغربية للهند لتشارك الغرب في فرض العقوبات على روسيا والابتعاد عن روسيا، لكن اليوم وزيرة المالية الهندية عادت وأكدت بأن الهند لا يمكنها أن تبتعد عن روسيا كون أن 70% من الطاقة العسكرية أو من القدرة العسكرية الهندية هي تأتي من روسيا الاتحادية. وأيضا لدى الهند وروسيا المزيد من العلاقات التاريخية والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذا في الصعيد الاتهامات التي وجهتها اليوم وزارة الدفاع إلى القوات الأوكرانية وأيضا إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رقمي. وحول التقدم العسكري للقوات الروسية، أرسل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عدد كبير من المقاتلين الشيشانيين إلى منطقة دونباس للمشاركة مع القوات الروسية في تحرير منطقة القوميين الأوكرانيين. أيضا القوات الروسية تعمل منذ يوم أمس على ضربات جوية على مدار الساعة على مدينتي خاركوف وميكولايف واستهداف المنشآت العسكرية في مدينة خاركوف وميكولايف. كما أعلنت الدفاع الروسي أيضا منذ قليل عن تدمير عدد كبير من المنشآت العسكرية، العدد تجاوز 90 منشأة خلال ال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى استهداف صواريخ توتشكا أو ومحطات رادار ومراكز تجمع الوقود والمعدات العسكرية. طيب حسين، ماذا عن إطلاق الصاروخ سارمات الذي يصل إلى مداه إلى حوالي 18,000 كيلومتر، وتمت هذه العملية التدريبية بالاتفاق، ليس بالاتفاق ولكن بإخطار الولايات المتحدة، ما ملابسات هذه الخطوة الروسية وما الرسائل التي تبعث بها روسيا بها؟ نعم، الصاروخ سارمات الذي تم الإعلان عنه من قبل الجيش الروسي، وايضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الجيش الروسي على هذا الانجاز وعلى الصاروخ الجديد سارمات. هذه الخطوه اعلنت عنها روسيا وتحديدا في هذا الوقت هي رساله تريد روسيا توجيهها الى الدول
الغربية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أعضاء الناتو بأن لدى روسيا المزيد من الأسلحة التي لم تستخدمها لغاية الآن، وأيضا